احنا من القيصريه ديال سباته والناس الفراشه بالضبط ديال بن مسيك. اليوم جينا في هذه المسيره لقدام باب الجماعه عند رئيس الجماعه واللي نائب برلماني ديال بن مسيك. اليوم بغينا يوصل صوتنا للمسؤولين الكبار حيت كنتفاجئوا ما بين ليله وضحاها جاوا قالوا لنا نوضوا في حالاتكم سيروا من هنا ما تبقاوش تبيعوا وتشريوا. فرشنا نهار الاربعاء الخميس صبحنا باركين، احنا من نهارنا لا ما جبناهاش راه ما كناكلوش ما عايشينش ما كنخ... بها كنخلصوا الكرا الماء والضو والصير بزاف ديال المصاريف. كيقولوا لينا سيروا كريو محالة تجارية، لا يعقل أننا غادي نكريو محل تجاري ب 6000 درهم 7000 درهم وأنا كاري أصلا السكنة فين ساكنة أنا وولادي، لا يعقل. حنا بغينا المسؤولين يديروا معنا حل، يوصل يعطيونا شي واحد نتحاوروا معاه، يخرج عندنا شي واحد اللي غيسمع صوتنا، يوصل لنا صوتنا للمسؤول. وحنا كنتشرفوا بالسي الوالي اللي جا جديد لكازا، حنا ماشي ضد التغيير وماشي ضد النظافة ديال البلاد، وحنا مع هاد البلاد تتمشي لقدام، ولكن يشوفوا فينا ويعطيونا البديل وينظمونا ويعطيونا توقيت فاش نحطوا فين نجمعوا. ايه احنا معاهم، احنا ديك الفراشه كناكلوا منها كنشربوا منها كنقراو منها وليداتنا كنخلصوا منها الكرا والما والضو. الا حبسونا من ديك القيصريه ما عندنا فين نمشيو، من ليلتنا خبزه ما كاينش من نجيبو انا ما خرج درنا على تمره في القيصريه. احنا بصح احنا بغينا البلاد تتغير ولكن ديروا معنا الحل، يعطيونا شي بديل فين نمشيو راه ما عندنا فين نمشيو. راه لا اله الا الله، حنا حتى دابا كنتسناو شي واحد اللي يخرج غير يعطينا الحل، يعطونا غير الحل، يديروا معنا شي حاجه حتى حنا فين ترزقوا الله على وليداتنا راه ما عندنا فين نمشيو. وديروا معنا توقيت مثلا يقولوا فرشوا مع التوقيت وجمعوا مع التوقيت مرحبا على الراس والعين، غير ما يحرموناش بصفه عامه. حنا فرشنا الاربعاء الخميس صبحوا علينا قال لكم ما غاتفرشوش فين غنمشيو؟ واش نخرجوا للشارع؟ الا ما خلصناش الكرم طبيعه الحال مولك راه غيجري علينا، واش نتشردوا حنا وليداتنا في الشرقه؟ راه ما كاينش اللي غيعقل علينا. والله الا تجوش من هذاك السوق راه دابا المراه ديالي عندها 26 عام خديتها من السوق. هذاك السوق راه عنده 40 عام. راه توالت عليه قياد واجيال. انا متفق معك. فهمتي؟ وانتاج الجدار. انتاج انا مباشره الجدار. جدار على انتاج شنو كنتي؟ شنو كنتي؟ يلا وريني. كنتي موظف كنتي موظف بسيط استاذ. او من استاذ رئيس حزب. شكون طلعك؟ راه طلعوك هادو، ها هما هادو هما اللي طلعوك. هاد الفقراء هما اللي صوتوا عليك، هما اللي صوتوا عليك ووصلتي. ملي انت وصلتي جبتي لهم التراكسات. ملي هما وصلوا، ملي انت وصلتي جبتي لهم التراكسات طحنتيهم. الحسن الثاني الله يرحمه ويحسن اليه. قبل ما يحيد كريان سيدي عثمان وبن مسيك والحي المحمدي وسير واش جاب لهم التراكس طحنهم؟ راه تابنا بنا حي مولاي رشيد وكاين اللي استفد الحمد لله عطاهم اللي حيدهم وكل شيء نشط وكل شيء كال وكل شيء شرب. وحتى هاد الناس دابا اللي كيغوتوا عليك اللي اش بغاو؟ راه المخير فيهم المخير فيهم كيدي 100 درهم ويلا لقاها. حنا ماشي ضد النظام او يعني ما تكونش بلادنا زوينه ونشوفوا حتى حنا بحال هذا الشارع يكون زوين، ولكن لا، واش انت حيتو من الشارع ما كاين حتى مشكل مزيان الشارع دابا، ولكن بحال الدخله ديال سميتو ديال بلوك 27 والرومبا كل واحد عطيه 3 متر ديالو، وممنوع البناء العشوائي. يبداو مع السبعه ثلاثه جمع قشاوش كثير في حالك، وهنا راه ما غادي تشوف حتى شي واحد. علاش؟ حيت عندهم ساكن لقمه العيش. شتي هادو اللي كنقول لك هادو، والله ما تحط التبصيل ديال الدواز وتحطت الخبزه وضرب القميله الى ناض. حنا راه ماشي من دوك الناس اللي كناكلوا دانون والو وتقيتيقات، حنا راه الناس ديال الخبز وديال المهم. و 80% ديال الناس ديال الفقراء ديال كازا اللي كيمشيو المارشي كيتقداو وهما اللي مشي الحركه. دابا المارشي راه واقف.